السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ كي داير الاحوال ديالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. هاد المره جيتكم فيديو جديد، العديد منكم طلبوه ليا. الفيديو عباره عن سبعه الفطورات لسبعه ايام، فطورات مختلفه وخا التغييرات تكون بسيطه. دونك بلا ما نطول عليكم نخليكم تفرجوا. بالنسبه للفطور الاول، هاد المره بغيت نفطر فطور تركي. بالنسبه للاتاي ديالهم عندهم هما اتاي سبيسيال، واقرب اتاي كيجيني كيشبه ليهم هو ديال ليبتون. شفتو هما عندهم داك الدول البراد اللي كيصايبوا به، انا ما عنديش. وهاد ليبتون كيعجبني نشربو يكون زايد فيه السكر. قطعت شويه ديال الخيار وشويه ديال المطيشه، وهاد المطيشه مسكينه ديالي قداش باهته. قطعت فرماج حمر طرافي، وقطعت لادان فومي بالابزار. هما كيستعملوا بزاف هاد لي جونبون لادان فومي والفرماج، عندهم بزاف ديال انواع الفرماج باش كيفطروا. زيتون كحل، وصايبت بيض بلدي بالزبده وفيه الربيع، وخبز كومبلي. وكيديروا حتى هما الفريت في الفطور، بزاف معروفين بالفريت. يعني ما نقدرش ندير الفريت في الفطور. دونك هذا هو الفطور ديال هاد الصباح. بالنسبه للفطور الثاني، وهاد الفطور اعز فطورات عندي باسكو فريمون سي بون، وكيقهم يعني اغلبيه كنديروا النهار اللي غنتعطل في الغداء. كنفطر بهذا، هو الخبز ديال البيض المقلي. والخبز كنستعمل ديال المخبزه، ماشي ديال الدار، ضروري ديال المخبزه. كنقطعو طرافي وندوزو في البيض ونقليه في شويه ديال الزيت والزبده والملحه، وما حدو اون فوا كنحيدو كيكون سخون كنعاود ندهنو بشويه ديال الزبده بلديه، وكنزيد عليه من الفوق الزعتر. بالنسبه ليا وقت الصباح رشقات لي على ياغورت بمذاق ديال الفريز، وان جو. هاد لو جو ضروري يكون عندي مع هاد لو بلا، الا ما صايبتوش ما يمكنش ندوز بيه هاد لو بلا. بقاش الخبز بوحدو ناشف، اتاي ما غيعجبنيش معاه، دونك كنصايب هاد لو جو. هاد لو جو فيه حليب وفيه لو ديسير دو شوكولا اللي كنعرفو، ياغورت ديال الشوكولات والسكر، وكنخلطهم مزيان. الا كاين لا غلاس دو فاني ولي ميلشيك يولي غزال غزال غزال. وهذا سيتان جو اللي كيشبه لهداك العصير ديال 3 دراهم اللي بيه لاباي، كيجي بحالو النيشان، وكيعجبني انا بزاف مع هاد لو بلا. وبالنسبه للفطور الثالث، هذا هو صايبت اتاي بفليو، اتاي قاصح بفليو ناقص في السكر. وهاد الصباح رشقت لي على هاد لاطاس، هادي كيعجبني بدل بزاف لي طاس والكيسان، ماشي نفس الكاس نشرب فيه ديما. صايبت طريف ديال الخبز بالشعير فوسطو فرماجه وشويه ديال الزيت البلديه. صايبت كاس ديال ليمون بلا سكر، وامتي ديسير. هاد لو ديسير صايبت فيه دلاح اللي مازال كيدور عندي، واي باي ديسير نقدر ندير يعني اي فخوي. درت ان ياغورت فوق شويه ديال الشوكولات، شويه ديال البسكوي، وشويه ديال السويتيز، اي حاجه حلوه من الفوق. بالنسبه للفطور الموالي هو هذا. بغيت نبدل كاع شويه، بغيت ندير شي حاجه بلديه. دونك اولا بغيتش اتاي، صبت كافي بنس كافي. سخنت ملوي كان عندي في الفريغو، ودرت جوج بيضات مسلوقين مع كمون ملحه وفرماج مربع باش نديرو في الملوي. خديت خبز مشكل من مخبزه باغيت، فيه حبه سودا، كاين زعتر، زيتون، كحل. خديت 5 كرواسون فوغي بلا زاموند، و 2 مورسو ديال البسكوت عاديه باش ندوز الكافي ديالي. بالنسبه للفطور ديال هاد الصباح، صايبت دي بانكيك. هاد لي بانكيك نفس المقادير ديال لي بانكيك العاديين، غير في بلاصه الطحين درت سميده، دونك قرابين شويه للنيفو ديال الحرشه. زدت عليهم شي العسل ودي مورسو دو شوكولا. صايبت ان كافي ودرت عليه كريم شانتيه من الفوق، وزوقتها بهاد لي مورسو، هاد لي بتي كور روج ديجا وريتهم لكم في الفيديو ديال تحضير ديال الشوكولات. وهذا هو الفطور ديال اليوم، بعيد شويه على الفطورات العاديين اللي كيعرفهم. هذا الفطور السادس، صايبت فيه ان بلا و دي كونفليكس. هاد لي كونفليكس نسكويك، زدت عليهم حليب ومعلقه ديال العسل. صايبت كاس ديال عصير ليمون بلا سكر، واتاي ساك ناقص فيه السكر حتى هو. بالنسبه لو بلا، صايبت فيه بيض مقلي بالزيت، بيض بلدي مقلي بالزيت وملحه، زيتون كحل، وفرماج حمر مربع، وفرماجه
مربعة وخبز كومبلي مقطوع من واحد الطرف قطعوا ولدي وربي. بالنسبه للوليدات نفس هاد الفطورات كاملين تديروا لهم غير اتا كندير لهم هما الحليب. وهذا اخر فطور فيه خبز كومبلي براونيز بالكركاع. صيبت بيضة طيبة نص طيبة معها زيت ملحة كمون وفرماجة مثلتة. درت كاس ديال الماء بدل عصير غير كاس ديال الماء. درت اتاي بزعتر زيت فيه حلاوة وايا وغس ديال الكوكو. هكا تسالى الفيديو وتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. كنشكر الناس كاملين اللي كيشجعوني سواء لي زيمايل ولا لي كومونتير ولا لي جيم. كنقول لكم شكرا بزاف. نتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. غنحط لكم هنايا اللين ديالي في انستغرام. تهلاو فراسكم تسنى فيديو جاي ديالي ان شاء الله. سلام.